منح المتابعة السوسيو تربوية للأطفال المنحدرين من أوساط محرومة من أجل مساعدتهم وتحقيق النجاح الدراسي وتحرير طاقتهم. فبفضل شراكتها مع أمانديس فإن مؤسسة سندي حاضرة لأول مرة بجهة طنجة أصيل. أرجو منكم إذن أن تستقبلوا معي السيد قاسم بن علي سميرس رئيس مؤسسة سندي. السلام عليكم. لا سمحتي لي نهضر معكم بالدارجة. اولا بغيت نشكر النيابه ديال وزارة التعليم وخصوصا سي فيزازي وسي بودار، للاسف ما معناش لان عاونونا بزاف باش نبداو المبادره عندنا في طنجه. ثانيا بطبيعه الحال بغيت نشكر وشكر جزيل لشركه امانديس والرئيس ديالها مسيو تيبيري وجميع الفرقه ديال امانديس، لان الفضل كيرجع ليهم هما اللي قلبوا علينا وفتشوا فينا باش قالوا لنا نجيو ونديروا ننظموا المبادره في طنجه. بغيت نشكر كذلك المديرين والاساتذه اللي خدامين معنا باش يقريو ولاد التلامذ اللي تيتبعوا الدروس ديال الدار معنا. واخيرا بغيت نقول لكم واحد الكلمه على جمعيتنا وشنو والهدف ديالها. في طنجه بفضل امانديس جمعيه سندي تقري 40 تلامذ، 40 ديال التلامذ في الابتدائي، وعندها 10 ديال التلامذ اللي كنتو البكالوريا العام اللي فات اللي غيستافدو من المنحة اللي غتمكن ليهم باش يزيدو في القراية ديالهم، وإن شاء الله يصبحو غدا مهندسين وأرتيتوار ويكون عندهم واحد الخدمة إن شاء الله ويتعاونو مع الآباء ديالهم منين يكبرو. جمعية سندي بدات هذه 5 سنين، واحد المبادرة واحد الشركة صغيرة في أكادير اللي كانت بدات تقري دراري ديال العمال ديالها 50 بهم في أي ميلود، وهاد الشركة تتابع المجموعة ديالتنا شوية بشوية. هاد المبادرة تطورت وكبرات، الآن جمعية سندي تتقري 3000 ديال التلامذ في اولا في اكادير، بدات في الدار البيضاء عين السبع سيدي مومن وجميع النواحي اللي فيها الشركه ديال الدار البيضاء، محمديه كذلك، لالا ميمونه حدا العريش، وهذا العام بدينا كذلك واحد المبادرة كبيرة في أسفي مع شركة أو سي بي اللي تنقريو 600 ديال الدراري واحد لاكومين ديال أسفي و 20 كيلومتر على أسفي. طنجة الفضل تيرجع لشركة أمانديس هي اللي جبتنا لهنا النهار الأول، وتنشكرهم لأن بفضل أمانديس بدينا مع 40 ديال التلامذ واليوم عندنا 200 ديال التلامذ هنا في طنجة. بعض منهم تتابعوا الفونداسيون اس ان سي اف، هذوك اللي تيصوبوا اللي غيصوبوا لو تي جي بي بين طنجة والدار البيضاء. بعض منهم تابعين الشركات اللي خدامين هنا في طنجة، وتنتمناو بان العام الجاي ان شاء الله غندوزو من 200 الى 400 ان شاء الله. وتنشكروا عاوتاني النيابة اللي غتعاونا في هذه المبادرة. أخيرا اللي بغيت نقول لكم لأن هاد جمعية سندي الفضل تيرجع بطبيعة الحال للشركات اللي تيساهموا وتيخلصوا الدروس عندهم واحد الكلفة بطبيعة الحال، والفضل تيرجع كذلك للأساتذة اللي هما اللي تيقراو الدراري كل نهار،
وترجح كذلك الدراري والدراري والاطفال والاباء ديالهم اللي تيبقاو مستمرين في القراءه ديالهم. وهادشي كله حنا مفتخرين به بزاف، وتنتمناو بان في المستقبل غيمكن لينا نكثروا منهم وندوزوا من 3000 4000 5000، ولكن الهدف الاول هو نبقاو في الجوده ديالنا ديال القراءه باش جميع التلاميذ اللي تقراو معنا ان شاء الله يمكن لهم يطلبوا البكالوريا ديالهم ويستافدوا ويقراو بعد البكالوريا باش يكون عندهم ان شاء الله مستقبل احسن. وشكرا.